مع صلاة الشيخ سعد العبد الله بمنطقة صباح السالم بدولة الكويت. أشكر الزميل محمد العرادة والمحللين الكابتن عبد الرحمن الخباز والكابتن عبد الله الصراف على توضيح لكم النقاط قبل بداية المباراة وبداية مباراة الكويت والعربي في البلاي أوف قبل النهائي. الفائز يصل المباراة النهائية والبداية لفريق الكويت. وكادي الآن المرة الثانية الثلاثية ضاعت. علي الهدهود، مالك، ديكمبي مالك، محاولة علي الهدهود، العربي باللون الأخضر، الكويت باللون الأبيض. والعربي من زمان زمان يا زمان من زمان ما شفناه في هذا الموقع، من زمان ما شفناه يلعب قبل النهائي أو يصل المباراة النهائية في بطولات الدوري، يعني زمن طويل 77 78 آخر بطولة حصل عليها العربي في بطولات الدوري. الكويت بطل آخر خمس بطولات دوري، يعني اليوم الأمور صعبة شوية بالنسبة لفريق العربي. الكويت فريق بطولات بالسنوات الأخيرة، عنده أكثر من بطولة، عنده بطولات أيضا يشارك في بطولات الاتحاد الأسيوي، بطولة وصل يلعب مع هو والمحرق، لا هو والمنامة البحرين، المحرق يلعب مع كاظمة من يصل إلى النهائيات. الكويت والمنامة على بطولة الخليج، بطولة زون الخليج. والهجمة لا زالت مع فريق الكويت، الهجمة الثانية لفريق الكويت. هانت، عدنان، أحمد عدنان ضاعت من كودي لالان، هذا بيتر شومر، ومخالفة، مخالفة، الكرة تلمس الخط، الحد الجانبي، إذا الكرة إذا كانت مع اللاعب لمست الحد الجانبي أو اللاعب لمس الحد الجانبي مخالفة. مالك، محاولة من مالك، عامل له ستارة الهدهود، عامل له بلوك خارج الملعب. الكرة الثانية اللي تضيع من الهدهود، الكرة الثانية اللي تضيع من الهدهود أو من فريق العربي، من الاثنين ضاعت. حتى الآن الفريقين بدون تسجيل شوفالي الكرة، مشكور مخرجنا على إعادة تشوف، لامس الخط وبالتالي مخالفة. هانت، تركي، تركي حمود، محمد عدنان، محمد عدنان، شقيقة ثلاثية، الثالثة اللي تضيع. مالك، كندال، دايكيس، علي الهدهود ثلاثية أيضا ضايعة. شوف دقيقتين من الفريقين بدون تسجيل، دور قبل النهائي بلاي أوف، الفائز مبارتين من ثلاث يصل المباراة النهائية. المباراة الثانية راح تكون يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، اليوم الأحد. المباراة الأولى وأول نقطتين لهانت، ماركوس هانت، الكويت أول نقطتين عن طريق ماركوس هانت. كندال، جميع مباريات الكويت والعربي الموسم هذا 2023-2024 كلها انتهت لصالح الكويت. كندال نقطتين، دايكيس، كندال دايكيس نقطتين لفريق العربي، هذا هو. 2-2 والبداية في أول ثلاث دقائق. حمد عدنان، محاولة خارج الملعب من حمد عدنان، حتى الآن التركيز من الجانبين مفقود. علي الهدهود، محمد عدنان، محمد عدنان، مالك، والآن تصويبة من مالك ضاعت. حكام لقاء اليوم قائد الطاقم هادي سعود، جراح جمعان حكم أول، وحكم ثاني خليف رشيدي. تحت السلة ثلاثية عن طريق محمد عدنان ضاعت أيضا، المحاولة الثانية لمحمد عدنان اللي تضيع. دايكيس 2-2، الخباز ثلاثية ما مشت معاه، الفريقين حتى الآن بدون ثلاثيات. المحاولة الثانية للخباز والثانية ناجحة للخباز، ثلاثية لحسين الخباز هي الأولى في المباراة، والعربي يتقدم. تركي ضاعت، محمد عدنان، فرصة ثانية للتسجيل لفريق الكويت. لالان نقطتين، لالان نقطتين، ودي لالان 4-5 النتيجة للعربي والمتقدم في أول أربع دقائق. اللقاء الأول في البلاي أوف، اللقاء الثاني القادسية وكاظمة. مالك ثلاثية ضاعت،
أقرب لكودي لالان، ماركوس هانت، هانت تركي، حمد عدنان ثلاثية، ثلاثية ناجحة لحمد عدنان، هي الأولى لفريق الكويت. خطأ على تركي حمود، خطأ أول على تركي حمود. ضيف الرشيدي حكم الثاني في هذا اللقاء، طبعا ما في داخل الملعب حكام كلهم قراراتهم واحدة، لكن حسب التصنيف في قائد طاقم، في حكم أول حكم ثاني. كرة خارج الحدود، دايكيس، كندال دايكيس العربي، حتى الآن يحاول وعامل له ستارة على الهدهود. مالك تصويبه ضاعت، أقرب لمحمد عدنان، هانت لالان، في خطأ على لان، في خطأ دفعة، شوفها مرة ثانية، طبعا هو مستغرب لكن شوف، شوف اللعبة مرة ثانية، إذا فيها إعادة راح تكون واضحة. خطأ أول على كودي لالان، 5 دقائق 37 ثانية متبقي، الكويت 7 العربي 5، نتيجة يعني المفروض تكون أفضل. علي الهدهود ومحمد عدنان معه، علي الهدهود، حسن بورمية، محاولة مقطوعة لا زالت مع فريق العربي مع الهدهود، الهدهود وهانت ثلاثية ضاعت، كودي لالان، تركي ثلاثية من هانت أيضا ضايعة، أقرب لي دكيمبي مالك، 1-1 مالك هو ولالان، ضاعت، والمحاولة أيضا من كندال دايكيز ضاعت، فرصة ثانية للتسجيل للعربي. علي الهدهود، حسن بورمية، علي الهدهود، ثنائية لعلي الهدهود، هي الأولى له بالمباراة، 7-7. حمد عدنان ثلاثية الثانية على التوالي، 6 نقاط حمد عدنان، 32-17 هذا حمد عدنان. مالك حاول إيجاد زميل، الهدهود ثلاثية ضاعت، تركي، ماركوس هانت، محمد عدنان ثلاثية، محمد عدنان أيضا ناجح علي، محمد عدنان، حمد ومحمد عدنان الإخوان هم الوحيدين اللي مسجلين ثلاثيات في فريق الكويت. الخباز، خباز أيضا من اللاعبين اللي يمتازون بالتصويب الثلاثي، خباز، مالك، كندال، دايكيس، محاولة ثانيتين متبقي على ساعة التصويب، الخباز يصوب، لمست الحلق، تستمر اللعبة. بورمية وهانت، هانت، تركي، حمد عدنان، تركي حمود، هانت، دخول، ضاعت من هانت، ماركوس هانت، مالك، دنك، دنك جميل لمالك، ديكمبي مالك، أول نقطتين له في المباراة، 13-9 النتيجة. لالان مقطوعة سريعة، دايكيس نقطتين أيضا، وقت مستقطع، كندال دايكيس 4 نقاط، 11-13 وقت مستقطع لفريق الكويت، لبيتر شومرز مدرب فريق الكويت، الوقت المستقطع الأول في المباراة، كل فريق عنده وقتين مستقطعين في النصف الأول المباراة، هذا الأول في المباراة لفريق الكويت، طبعا حس لأن العربي تقدم هو 13-7، 4 نقاط متتالية سجلها فريق العربي، وبالتالي قلص الفارق إلى نقطتين. اللقاء القادم، لقاء القادسية،
قادسية وكاظمة. طبعا مثل ما احنا عارفين لقاءات الفريقين دائما تتسم بالندية، لقاء قبل نهائي الثاني، هذا اللقاء الأول. طبعا هناك لقاء ثاني راح يكون يوم الأربعاء إن شاء الله بين العربي والكويت، راح يكون القادسية وكاظمة الأول، العربي والكويت الثاني راح يكون. نهاية الوقت المستقطع والكويت يتقدم 13-11 على العربي حتى الآن. إدخال من تحت السلة نتيجة النقطتين اللي سجلهم فريق العربي. حمد عدنان أنتوني كير بدال هانت يلعب، طبعا اثنين محترفين داخل الملعب. ثلاثية من حمد عدنان ضاعت، تلمس كودي لالان خارج الملعب. إدخال لفريق العربي. طبعا الحديث عن الفوز والخسارة حتى الآن مبكر، لكن الخاسر طبعا دور قبل النهائي، لكن هناك لقاء ثاني يجمع الفريقين. هذا كندال دايكيس، ثلاثية ضاعت، لالان أنتوني كير، تصويبة ضاعت، كندال دايكيس، كندال محترفين اثنين بالعربي محترفين اثنين بالكويت. ثلاثية من الهدود بالبورد، لا زالت الكرة موجودة. مالك تحت السلة نقطتين و 13-13. ديكمبي مالك آخر دقيقتين في الربع الأول. أنتوني حاول إيجاد زميل محمد عدنان، لالان كودي لالان، هو دنك من كودي لالان، أربع نقاط كودي لالان. الخباز 15-13. الهدهود علي الهدهود، سهيل الخباز، مالك محاولة، الخباز ثلاثية ضاعت، محمد عدنان، محمد عدنان سريعة، أنتوني كير، كودي لالان تحت السلة، حلوة حلوة من محمد عدنان. محمد عدنان نقطتين، خمس نقاط، 17-13. نلعب بالربع الأول من اللقاء الأول في الدور قبل النهائي، بلاي أوف، المباراة الأولى. ديكمبي مالك، أنتوني فريق الكويت، أنتوني وحمد عدنان نقطتين، حمد عدنان نقطتين، ثمان نقاط. بدأ الكويت يوسع الفارق الآن، ست نقاط بعد ما كانت النتيجة 13-13. خطأ، نشوف اللعبة مرة ثانية، نشوف حمد عدنان. خطأ لصالح فريق الكويت. لالان كودي لالان والهدهود، محمد عدنان محاولة دخول، تصويبة نقطتين، أربع نقاط على التوالي لمحمد عدنان، سبع نقاط، 21-13. شوف خلال دقيقة واحدة رفع الفارق الكويت إلى ثمان نقاط الآن بعد ما كانت النتيجة 13-13. دايكيس ضاعت، تسع ثواني ممكن يستفيد الكويت. محمد عدنان، شوف
محمد عدنان مرة ثانية ضاعت، تتابعها كودي لالان. كودي لالان نهاية الربع الأول. شوف خلال ثواني يعني دقيقة وشوية تغيرت النتيجة، 10 نقاط رفع الكويت الفارق بعد ما كانت 13-13. كرة السلة لعبة الثواني مثل ما ذكرت لكم، وبالتالي استغل الكويت آخر دقيقة وشوية عدم انسجام فريق العربي، وبالتالي خلص أو وسع الفارق إلى 23-13 بعد ما كانت 13-13. أكثر من كرة سهلة استفاد منها فريق الكويت وضيعها فريق العرب. لو تكلمنا عن عدد البطولات، حتى الآن القادسية هو بالمركز الأول، يعني بطولات الدوري العام عنده 23 بطولة، الكويت 14 بطولة، العربي كاظمة 9 بطولات، العربي 8 بطولات. شوف العربي الغائب عن البطولات من 77-78 عنده 8 بطولات، يعني حوالي 45-46 سنة حتى الآن العربي لم يحقق بطولة الدوري وعنده 8 بطولات. الكويت بالسنوات الأخيرة هو اللي مسيطر، وبالتالي رفع عدد البطولات اللي عنده، لكن القادسية هو رقم واحد حتى الآن، 23 بطولة، الكويت 14، العرب النكاظمة 9 بطولات، العربي 8، الجهرة 5، الساحل بطولة واحدة. هذه بطولات الدوري اللي يعني بالسنوات الأخيرة. ادخال من منتصف الملعب لصالح العربي، سهم الحيازة صالح العربي، صقر حسن بورمية، خارج الملعب. انا شايف عربي ايضا اشرك المحترف الثاني أوستن، صقر مالك، خارج الملعب. محمد عدنان تصويبة ضاعت، أيضا يوسف الحمدان مشاركة أولى تحت السلة، علي الهدهود نقطتين للعربي، أول نقطتين في الربع الثاني لصالح العربي عن طريق علي الهدهود، هذا اللاعب علي الهدهود لاعب الكويت السابق. الحمدان أنتوني كير خارج الملعب بعد ما تلمس عمران جوهر، أيضا مشاركة أولى لعمران جوهر، هذا عمران جوهر 23-15، صقر عبد الرضا، ثلاثية ناجحة للحمدان، أول ثلاثية للحمدان في المباراة، نقطتين لمالك تحت السلة، نقطتين دامبي مالك، ديكمبي مالك. سلامات لي عمران جوهر،
هذا محمد الشطي اللي هو قائد او مدرب الفريق اليوم. نقطتين ايضا لفريق الكويت، 28 عن طريق عمران جوهر، اول نقطتين لعمران جوهر، بورميا محاولة ضاعت، اوستن تحت السلة نقطتين وخطأ على خطأ على عمران جوهر، اند ون. ناجحة الاند ون، ناجحة ايضا لأوستن، ثلاث نقاط. انتوني كير تصويبة ضاعت، مالك دخول سريع لمالك، مقطوعة من عمران خارج الملعب، خارج الملعب ما لحق عليها، حاول هذا عمران جوهر. ادخال من الحد النهائي، هذا اوستن، ثلاث نقاط. فترة اللعب فيها بالشوط الثاني مكان دايكيز، ثلاثية من صقر، ثلاثية ناجحة لصقر عبد الرضا، اول ثلاثية لصقر والثانية لفريق العربي. خطأ على اوستن، خطأ برميتين لصالح هانت، هذا هانت. خطأ واضح ورميتين لهانت. 28-23، خمس نقاط بعد ما كان 10 نقاط، خمس نقاط الآن. ضاعت الأولى من هانت. الثانية ناجحة. هجمة للعربي، حسن بورميا تحت السلة على محاولتين ضاعت، ماركوس هانت سريعة، انتوني كير نقطتين، نقطتين توني كير، 31 تحت السلة، خطأ على ألكسندر، خطأ. هذا ألكسندر الغيص مشارك ولا أيضا، نشوف اللعبة مرة ثانية حلوة من بورميا، والخطأ على ألكسندر، رميتين لأوستن. ثلاثة وعشرين واحد وثلاثين، الأولى ناجحة لأوستن، أربع نقاط. عنده خطأ واحد، وعند اللي أوستن الثانية أيضا ناجحة، خمس نقاط. 25-31، ثلاثية عن طريق انتوني كير ضاعت، مالك محاولة، هجمة للعربي تحت السلة، خطأ على عمران جوهر، خطأ على عمران جوهر. صقر عبد الرضا على الادخال، اوستن صقر الهدهود، حسن بورميا، اوستن
حلوة حلوة حلوة، لعبة هوائية جميلة، والأجمل من أوستن بدنك جميل، إن هي دنك جميل 27-31. العربي بدأ يلعب، بدأ يقلص الفرق. شوف شوف اللعبة من اللعبات الحلوة الهوائية الجميلة اللي نادرا ما نشوفها بملاعبنا. أنتوني كير عربي قلص الفرق إلى 4 نقاط. عمران جوهر ضاعت سهلة منه، سهلة تحت السلة. مالك الهدهود ثلاثية، ثلاثية ناجحة للهدهود 30-31. أفضل العربي، أفضل بالربع الثاني، أفضل كثير على الهدهود 7 نقاط. يعني الكويت في نهاية الربع الأول هو الأفضل، ووسع الفارق إلى 10 نقاط، 23-13. العربي أنا شايفه نازل بقوة، وحتى الآن مسجل 17 نقطة مقابل 8 نقاط لفريق الكويت. شوف هذه اللعبة اللي تكلمنا عنها، اللعبة الحلوة من اللعبات الحلوة، شوفها هوائية وبيد واحدة، شوف بيد واحدة حتى الإعادة شوف تبين. وهذه الثلاثية اللي سجلها الهدود، والفارق نقطة واحدة له. 31-30، 5 دقائق 50 ثانية متبقي على الربع الثاني. بيتر شومر طبعا ما عاد في اليوم، لازم يفوز في مبارتين من 3، اذا فاز 2-0 خلاص. اليوم العربي يفوز ينطر يوم الاربعاء يفوز يوصل النهائي، الكويت اليوم يفوز الاربعاء يفوز النهائي، اذا فاز فريق اليوم والثاني يفوز يوم الاربعاء، اذا مباراه نهائيه راح تكون، مباراه فصاله راح تكون يوم الاحد القادم. هذا اوستن 7 نقاط بالفتره اللي لعب فيها الربع الثاني، لعب 31-30 لفريق الكويت، 17 نقطة سجلها العربي مقابل 8 نقاط سجلها الكويت بالربع الثاني. حمد عدنان يعود الملعب، السهو عبد الرحمن السهو، ثنائية للسهو، أول مشاركة وأول نقطتين عبد الرحمن السهو الشمري، هذا هو مالك والسهو، تصويبة ضاعت، أنتوني كير الكويت، محاولة دخول، دخول حمد عدنان، السهو مقطوعة سريعة، في خطأ، في خطأ، في خطأ على السهو، في خطأ. شوف هذه اللعبة، خطأ واضح، خطأ. 30-33 صقر حمد عدنان، محاولة ثلاثية من صقر ضاعت، أقرب لي هانت، توني كير مقطوعة، مقطوعة أيضا من الهدهود خارج الملعب، ألكسندر القيس دكن بمالك العربي. طبعا هذا اللاعب العربي قبل بداية المربع الذهبي آخر لعبة كانت في ممتاز دور الأربعة أحضر هذا اللاعب، وبالتالي الآن يلعب معاه في المربع الذهبي على أمل أنه يكون له فرصة، أكيد في فرصة، لا زالت الفرصة موجودة. ثلاثية من أنتوني كير، مالك علي الهدهود، فاول نقطتين، هذا مالك 8 نقاط خطأ ونقطتين،
ضاعت الاندوان من الهدهود. هجمه لفريق الكويت. كودي لالان الغيص ثلاثيه ناجحه لالكسندر الغيص، واول تسجيل الكسندر عنده افضل طبعا لاعبين السنوات الاخيره اللي باردين كانوا في ملاعب السله الكويتيه. ثنائيه من الهدهود ضاعت، حسن برميه ريباوند، تصويبه ضاعت الهدهود، واكثر من لاعب حسن برميه الهدهود يفوت من الاثنين لكن لعبها بالخطا خارج الملعب. 32-36 ثلاث دقائق 49 ثانيه. الكسندر سهو عبد الرحمن السهو، شقيقه ثلاثيه من عبد الرحمن السهو ضاعت سهله، ما كان في مدافع ضاعت. كندال داكيس اللي لعب بدال مالك. اوستن نقطتين لاوستن متالق اوستن، 9 نقاط في الربع الثاني. 34-36 الامور مختلفه الان. عبد الرحمن السهو، الكسندر الغيص، ماركوس هانت، حمد عدنان. الكسندر الغيص ثلاثيه ضاعت، كندال دايكيس محاوله حسن برمية ثلاثية ضاعت خارج الملعب لصالح العربي من حمد عدنان خارج الملعب. إذن 14 ثانية الآن. 36-34 دقيقتين 46 مقطوعة سريعة لفريق الكويت. أنتوني ضاعت من أنتوني من ماركوس هانت، هذا ماركوس هانت، أنتوني خارج الآن، كودي لالان وماركوس هانت داخل الملعب. علي الهدهود نقطتين وخطأ على السهو، خطأ على عبد الرحمن السهو والهدهود نقطتين. 11 نقطة. شوف هذه اللعبة مرة ثانية، شوف خطأ ونقطتين واند ون. 36-36 يسجل أندوان، العربي يتقدم الآن 37-36 دقيقتين ونص متبقي. حسن برمية مع حمد عدنان، شوف العربي يلعب دفاع المنطقة دفاع الزون. الكسندر الغيص، حمد عدنان، خطأ على صقر، خطأ على صقر. قطع على صقر، هذا صقر عبد الرضا. محمد الشطي مطلوب من اللاعبين التركيز على اللعب، على لما يركزون مع الحكام يضيع التركيز وبالتالي تضيع الكرات ويضيع الهجمات. والأولى ناجحة لحمد عدنان. والثانية أيضا ناجحة. ثمانية وثلاثين سبعة وثلاثين هذا علي الهدهود يكلم زملائه طبعا.
ادخال الفريق العربي دقيقتين و12 ثانية متبقي. علي الهدهود، حسن بورميا، كندال دايكيس، كندال دايكيس لاعب العربي، اوستن عامل له ستارة، شوف عامل له حجز، عامل له بلوك وثنائية من كندال دايكيس، 6 نقاط، خطأ واحد. حمد عدنان، كودي لالان، كودي تحت السلة ويسجل له نقطتين. كودي لالان 8 نقاط لكودي لالان. خطأ فني على أوستن وخطأ فني على كودي لالان، الاثنين طبعا شايفين الحركة اللي عملوها، واحد ويهب ويه الثاني وبينهم كان كلام، وبالتالي احتسب على الاثنين خطأ فني. وعلي الهدهود يسجل له ايضا المتألق، علي الهدهود ثنائية، 41 العربي 40 الكويت. حمد عدنان، حمد عدنان خارج الملعب، علي الهدهود نجم الربع الثاني على الهدهود، وأوستن نقطتين، أوستن نقطتين، واملي أوستن نقطتين، 43-40 العربي هو المتقدم الآن. ماركوس هانت ثلاثية، لو ترك مشكلة بالنسبة لي ماركوس هانت ثلاثية عندما تضيع، 43-43 آخر دقيقة في الربع الثاني. بورميا دايكيس خارج الملعب لصالح فريق العربي، 9 ثواني متبقي. شوف هاي اللعبة مرة ثانية، اللي عملها دنك هو الثاني له، حلوة من الهدهود، وأوستن كملها. إدخال الفريق العربي، الهدهود صقر، دايكيس، كندال، تصويبة ضاعت، أقرب لفريق الكويت، طبعا كانت ساعة تصويب لكن صوب. وكودي لالان دنك ايضا، اليوم يوم يوم الدنك اليوم من الجانبين. هذا كودي لالان، 45 الكويت 43 العربي. محاولة دايكيس اخر 8 ثواني، الهدهود محاولة مقطوعة، ثانيتين، الكزندر يصوب، ونقطتين للكزندر القيس، نقطتين قبل صفارة الربع الثاني. إذا الكويت يعود للتقدم 47-43، العربي سجل 30 نقطة بالربع الثاني، الكويت سجل 24 نقطة. نعود إلى الزملاء في الاستديو، زميل محمد العرادة والكباتن مدرب الكويت، 10 دقائق ملعوبة، كل كرة توقف وكل كرة تدخل الملعب يتم تشغيل الساعة. سهم الحيازة لصالح الكويت، أنتوني الكويت، دخول خطأ، خطأ على الخباز، رميتين لأنتوني، توني كير، ضاعت الأولى
47-43 النتيجة انتهت عليها أو انتهت بالربع الثاني. الرمية الثانية ناجحة، الأولى بالربع الثالث لصالح الكويت، فارق 5 نقاط، 48-43. علي الهدهود، علي الهدهود، كندل دايكس، الهدهود، ثلاثية ناجحة للهدهود المتألق. قلت لكم اليوم نجم المباراة حتى الآن هو الهدهود، علي الهدهود سجل 17 نقطة، هو الأفضل حتى الآن في المباراة. ثلاثية من حمد عدنان، متابعة من كودي لالان تحت السلة، كودي لالان أكثر من لاعب، نقطتين لكودي لالان، 12 نقطة كودي لالان. الخباز، سيل الخباز، مالك دخول، نقطتين لمالك، 10 نقاط. محمد عدنان الكويت، هجمة ثلاثية من محمد عدنان، ثلاثية ناجحة لمحمد عدنان، هي الثانية له والسادسة لفريق الكويت مقابل 4 للعربي. حسن برمية وانتوني معه، حسن برمية يحاول دخول، يلف ويصوب وتضيع، انتوني خطأ على حسن برمية، خطأ ثلاثة وخمسين 48. شوف هذا الخطأ، طبعا خطأ اعتراض. ثلاثية من حمد عدنان ضاعت أيضا، أقرب لي مالك العربي، خطأ على تركي حمود، خطأ على تركي حمود. العربي كان متأخر مع نهاية الربع الأول ب10 نقاط، رجع تقدم بنقطة واحدة، لكن الربع الثاني انهاء الكويت لصالحه ب4 نقاط، يعني وصلت 41-40 للعربي. الان النتيجة 48-53، كل الاحتمالات موجودة، كل الاحتمالات مفتوحة موجودة للجانبين. خطأ على محمد عدنان، خطأ استخدام اليد، خطأ خطأ الاول، 10 نقاط وخطأ واحد. محمد عدنان، شوف هذا الخطأ لصالح مالك، ديكن بمالك، حسن برمية، الخباز، هجمة العربي، مالك دخول، نقطتين لمالك، 12 نقطة، 50-53. حمد عدنان، انتوني، توني كير، كودي لالان، ثلاثية ضاعت، تعود محمد عدنان، كودي لالان دخول، خطأ على حسن برمية، الخطأ على حسن برمية ولا على مالك؟ خطأ على مالك، احتسب قبل برمية، شوف اللاعب معترف بأنه خطأ، رميتين لكودي لالان، هو اللي على التنفيذ، هو صاحب الخطأ، ذكرت لكم بالسابق بأن متى يكون لاعب ثاني اللي صوب، إذا كان لاعب مصاب البديل هو اللي صوب، أو اللاعب يعني على 4 أخطاء واحتسب عليه خطأ فني أو عدم أهلية، البديل هو اللي صوب أو ينفذ الرميات. 50-53، الثانية ناجحة، الأولى ضاعت، الثانية ناجحة للالان، 13 نقطة لالان، وخطأين ضاعت خارج الملعب،
المسللان خارج الملعب لصالح العربي، 13 ثانية المتبقي. كندل ضاعت الكويت، محمد عدنان، محمد عدنان شغيرة طبعا. تحت السلة أنتوني نقطتين، توني كير نقطتين، خطأ فني، رمية خطأ فني على مدرب الفريق. شوف الإعادة توضح كل شيء. يسجل الرمية الوحيدة الخطأ الفني هذا علي محمد علي الشطي مدرب العربي، اليوم هو المدرب بديل لنضال محمد الخباز الهدهود. بورميا لا زالت مع فريق العربي، خطأ على حسن بورميا، خطأ على حسن بورميا. أول مشاركة لعبد الله سالمين، محمد عدنان، كودي لالان، خطأ على مالك، خطأ الثاني على مالك. رميتين، أربع أخطاء في تنفيذ جزاءات على فريق العربي. رميتين للالان، 57-50، 6 دقائق و50 ثانية متبقي على نهاية الربع الثالث. الأولى ناجحة، رمية واحدة ضيع، والثانية أيضا ناجحة، تحصل على 4 رميات، سجل 3 ضيع 1. علي الهدهود الخباز، خباز وتركي، يلف ويسجل الخباز، 5 نقاط الخباز. هذا حسين الخباز لاعب الخبرة في العربي. كودي لالان والهدهود يلف يمر من الاثنين ويعمل دنك جميل، دنك حلو لالان، بدأ هو اللي تحرك، هو اللي سجل الآن 17 نقطة، هو والهدهود 17 نقطة بالناحيتين، هم الأفضل حتى الآن. الهدهود ومحمد عدنان، الهدهود تصويبه ضاعت، تركي سريعة ضاعت، شوف هذه الكرة مرة ثانية أخذها تركي، هي لامسة تركي طبعا، قدم ما هي واضحة. ادخل لفريق الكويت، ادخال لفريق الكويت ومخالفة واضحة، مست قدم علي الهدهود. انتوني ثلاثية ضاعت،
الخباز، كندال، كندال دايكس، محاولة الكويت يلعب أيضا دفاع المنطقة، الخباز ضاعت الأولى ناجحة، الثانية ضاعت لصالح العربي، 14 ثانية، 61-52. كندال دايكس محاولة دخول، أكثر من لاعب معه، سالمين، الخباز ضاعت، 2-2، هجمة لفريق الكويت، تركي، حمد عدنان ثلاثية، ثلاثية ضاعت، أقرب لعبد الله سالمين، 61-62، كندال تصويبة ناجحة، دخول ناجح، نقطتين. ثمان نقاط مسجل، ما عنده أخطاء حتى الآن. أربعة وستين واحد وستين، هذا بيتر شومر طبعا حسابات، عنده حسابات وعنده أمور وعنده خطط حتى الآن، يعني الوضع مو مطمئن بالنسبة له. ثلاثية، محمد عدنان، الخباز، كندال، كندال ثلاثية، ثلاثية ناجحة لكندال، الأولى في المباراة، 57-61، فرق 9 نقاط، الآن فرق 4 نقاط، 5 نقاط متتالية سجلها كندال، خلص الفرق إلى 4 نقاط، تركي، حمد عدنان، تركي ثلاثية، ثلاثية ناجحة من تركي حمود، أول تسجيل لتركي حمود في المباراة، 64-57، خطأ على محمد عدنان، خطأ على محمد عدنان، إدخال من الحد النهائي، شوف هذه اللعبة مرة ثانية، دخول عمران بديل لمحمد عدنان، سالمين، أوستن خارج الملعب من دايكس، كندال دايكس، توني ضاعت، كودي لالان تحت السلة، مخالفة على كودي لالان، خطأ على حمد عدنان، بعد الخطأ هذا راح يكون فيه تنفيذ جزاءات على الفريقين، 4:08 متبقي، ثلاثية من دايكس، كندال دايكس ثانية له على التوالي، المدرب طبعا محتار، شوف اكيد استدعى احد بديل، هانت، 64-60، حمد عدنان، لالان ضاعت، حمد عدنان، لالان دنك، نقطتين للالان، 19 نقطة، دخول هانت بديل للالان، ماركوس هانت،
60-66. مباراة أعصاب، مباراة فيها كلام. هو الثالث له في المباراة، هو الثالث، الدنك الثالث لأوستن، الدنك الثالث لأوستن في المباراة. 13 نقطة وخطأين، وقت مستقطع لفريق الكويت. 62-66، قلت لكم الحسابات مختلفة والأمور مختلفة والأوضاع مختلفة الآن، ما عادت يعني سيطرة، ممكن تغير الأمور. عادة في فريق الكويت بالربع الثالث يغير الأمور، يبتعد بالفرق. الآن لا زالت النتيجة متقاربة بأربع نقاط، باقي 3.5 دقائق تقريبا على الربع الثالث. جانب من الفريقين، احتياط الفريقين، تعليمات. هذا شومرز، وهناك الجانب الثاني محمد الشطي. لقاء القادم القادسية وكاظمة، أيضا بلاي أوف، الفائز من لقائين من ثلاثة يصل للمباراة النهائية. هذا اللقاء الأول والمباراة الأولى. ادخل لفريق الكويت حمد عدنان، أنتوني، أنتوني مقطوعة من أوستن، دايكس لا زالت مع فريق الكويت. خطأ، خطأ الخباز، رميتين. رميتين لأنتوني، 66-62. ضاعت الأولى من أنتوني، ثاني رمية تضيع من أنتوني بالربع الثالث. صاحب الست نقاط حتى الآن، خطأ واحد، الثانية ناجحة. الخباز، خباز التركي، خارج الملعب من الخباز، حاول يلعبها لدايكس، ضاعت. ادخال لفريق الكويت، انتوني ثلاثية، ضاعت. الخباز، خباز تحت السلة، نقطتين ضاعت ايضا. هانت اكثر من لاعب معاه، عمران، تركي، فريق الكويت، هانت ثلاثية، هانت ضاعت. كندل، كرات كثيرة ضايعة من الجانبين. دقيقتين وواحد ثلاثين ثانية، 67-62، الكويت متقدم خمس نقاط. الهدهود، دايكس، كندل دايكس، أوستن، سالمين، الهدهود، ثنائية من الهدهود، ثنائية ناجحة. الهدهود متألق، قلت لكم اليوم الهدهود نجم المباراة صراحة، نجم المباراة. 19 نقطة، مسجل هو الأفضل حتى الآن، هو والألام فريق الكويت. أنتوني، حمد عدنان، توني، حمد عدنان، حمد عدنان، هانت، أنتوني، تصويبه ضاعت.
حمد عدنان، ثلاثية من حمد عدنان ناجحة، ثلاثية ناجحة لحمد عدنان الثالثة في المباراة. هذا حمد عدنان 70-64 بعد ما كان الفرق 3 نقاط أصبح 6 نقاط. الخباز الهدهود ثلاثية، ثلاثية ناجحة للهدهود، نجم المباراة اليوم الهدهود 22 نقطة مسجل. هانت الكويت ثلاثية، ثلاثية ناجحة لي هانت. أنا شايف ثلاثيات ماني شايف لعب، راح اللعب هو اليوم كله ثلاثيات من الجانبين. كندال 73-67 6 نقاط. الهدهود ثلاثية، ثلاثية ناجحة للهدهود 25 نقطة الهدهود. هذا الهدهود على الهدهود 73-70 فارق 3 نقاط. آخر دقيقة في الربع الثالث ماركوس هانت، هانت دخول عمران تركي، تصويبة ضاعت أقرب للخباز سريعة. دايكس كندال دايكس ثلاثية أيضا ضاعت، كان ممكن نستغلها بشكل أفضل. تركي حمود ثلاثية ضاعت، دايكس خارج الملعب. الغيص بديل لتركي، الكزندر الغيص، هذا تركي حمود. عمران جوهر فريق الكويت. مخالفة، خالفة بادزون على فريق الكويت، ارجاع الكرة المنطقة الخلفية، هذا عمران جوهر. سبعين 73 مباراة أعصاب، يعني النتيجة حتى الآن تتأرجح ما بين الاثنين. دايكس الهدهود دخول خطأ، خطأ على حمد عدنان، رميتين للهدهود. شوف هذه الكرة اللي حاول الهدهود، الأولى ناجحة على الهدهود. 71-73 هذا علي الهدهود، والثانية ضاعت عنده 5 ثواني تسرع فيها. 26 نقطة جايبة الهدهود مسجل في المباراة حتى الآن 26 نقطة وعنده خطأ واحد. 73-71 وآخر 5 ثواني، ثلاثية من هند ضاعت الهدهود، ممكن لو سجلها تنحسب. نهاية الربع الثالث أعزائي المشاهدين، الكويت 73 العربي 71، مباراة ممتعة حتى الآن. 26 نقطة الكويت سجلها في الربع الثالث، 28 نقطة سجلها فريق العربي في الربع الثالث، إذا العربي أفضل في الربع الثالث. الربع الثاني كذلك العربي أفضل، لكن فارق 10 نقاط الربع الأول كان 23-13، هي لا زالت حتى الآن محافظ عليها فريق الكويت نقطتين. الربع الثاني العربي أفضل ب6 نقاط، العربي الثاني أفضل بنقطتين، إذا هم فارق 10 نقاط متبقي منهم نقطتين. معانا 10 دقائق قادمة ملتهبة ما بين الاثنين، حتى الآن النتيجة متقاربة، حتى الآن النتيجة داخل الملعب، حتى الآن ما هي واضحة الأمور لصالح من داخل الملعب. الكويت العربي حتى الآن النتيجة داخل الملعب. الكويت صاحب آخر 5 بطولات أو العربي الغائب عن البطولات أكثر من 46 سنة. من يصل للنهاية، طبعا ما هي المباراة قبل النهاية، هي المباراة الأولى في البلاي أوف،
هم ثلاث مباريات بلاي اوف، الفائز باثنين يطلع المباراة النهائية، سواء فاز 2-0 2-1 هي اللعبة الأولى. أيضا المباراة القادمة الكويت والقادسية وكاظمة عفوا هي المباراة الأولى بالبلاي اوف. دائما مباراة القادسية وكاظمة فيها ندية، فيها تنافس أيضا. عشر دقائق متبقية من هذه المباراة، من يصل أو من يكون معاه نقطة، 1-0 من يكون 1-0 يتبقى 2-0 يطلع للنهاية ويصل مباراة النهاية. سالمين الخباز، قال الفريق العربي حسين الخباز والغيص، وخطأ على الغيص، خطأ برميتين. خطأ برميتين لصالح حسين الخباز، الأولى ناجحة للخباز، أول نقطة بالربع الرابع للخباز، والثانية أيضا ناجحة، والتعادل، أول تعادل بالربع الرابع، 73-73. ماركوس هانت، عمران نقطتين، عمران جوهر أربع نقاط في المباراة، 75-73. مالك سريعة مقطوعة لفريق الكويت، كودي لالان نقطتين، كودي لالان نقطتين. نحتسب خطأ سلوك الرياضي، وبالتالي قائد الطاقم والحكم الأول يشاهدون الإعادة، IRS اللي هو نظام الإعادة الفورية للتأكد من الخطأ. شوف هذا الخطأ، شوف هذا خطأ واضح، خطأ سلوك الرياضي أيضا على أوستن، رغم 20 فريق العربي. شوف 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 شوف، واضح واضح واضحة اللعبة، واضحة اللعبة. ما بانتظار قرار الحكام طبعا في هذا الخصوص. يا ريت نشوف قرار الحكام. الاثنين خطأ سلوك الرياضي، وبالتالي 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 إذن خطأ سلوك الرياضي وخطأ سلوك الرياضي كانسل، كانسل ما بين الاثنين، كانسل الخطأين. طبعا احتسب خطأ سلوك الرياضي على 20، الاثنين 20،
اللي هو أوستن بالعربي وعشرين عمران جوهر بالكويت. احتسب على الاثنين، بالتالي قرار سليم يعني، واضحه كانت العمليه اللي هل العربي يرفض اللعب؟ هل يرفض انه يكمل؟ هذا الواضح، احنا شايف المدرب يطلب من اللاعبين الخروج من الملعب، طبعا راجع للعربي وإدارة العربي اللي موجودة الآن معاه في الملعب. أنا ماني شايف يعني، ما في سبب للاعتراض، اللاعب طبعا واضحة كانت، إذا بنتكلم يعني اللي شفناه احنا أمامنا بالشاشة، اللاعب العربي ضرب عمران جوهر بعيد عن الكرة. شوف هذه اللعبة، شوفها مرة ثانية اللي معانا ويتابع، شوف 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 شنو عمل عمران، عطله شوية، شوف هو شنو سوى، شوف شنو عمل بعمران جوهر، شوف واضحة 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 اللعبة، واضحة تماما. شوف هذه اللعبة اللي قطعها، شوف هذه اللعبة اللي ما بينهم، شوف شوف عطل عمران جوهر، وضع طبيعي، عطل أوستن، وبالتالي شوف أوستن شنو عمل، شوف يعني ماني شايف يعني سبب للاعتراض، شوف واضحة العملية. 9 دقائق و26 ثانية متبقي من الربع الرابع، وبالتالي أوستن يغادر، خطأين، سلوك الرياضي يغادر. حسب طبعا حسب القانون خطأ فني وخطأ سلوك الرياضي، لأن الخطأ الفني لما احتسب عليه هو وكودي لالان، واحد حط وجهه بالثاني، احتسب عليه خطأ فني، وهذا خطأ سلوك غير رياضي، إذا خطأين سواء فنيين أو خطأين سلوك غير رياضي أو خطأ وخطأ، يغادر الملعب. ثلاثية من القباز، قباز بدأ يتحرك، 5 نقاط الربع الثالث القباز، الربع الرابع الثالث، الربع الرابع القباز 76-77، حتى الآن محتار. بيتر شومرز قصيرة، مالك يقطعها منه لالان ويسجل نقطتين، شوف هذه يسمونها ستيل، هذه البوقة، سرق وسجل نقطتين، 79-76، متبقي وقت وايد، 8 دقائق وزيادة، نقطتين لي مالك اللي يمسك أعصابه ويلعب على السلة، يلعب مضمون، هو اللي راح يفوز، هو اللي راح يتقدم. حمد عدنان 78-79، ماركوس هانت، لالان مقطوعة، مالك الهدهود، الخباز خطأ على عمر 25 كودي لالان، ثلاث أخطاء، 23 نقطة، شوف هذا الخطأ. علي الهدهود، ثنائية ضاعت، أقرب لي أليكس الغيس، ألكسندر الغيس، ماركوس هانت، محمد عدنان، الغيس، محمد عدنان، حمد عدنان ضاعت،
الخباز خطا على حمد عدنان، خطا على حمد عدنان، رميتين خطأ برميتين لصالح الخباز، وفي خطأ فني أيضا على حمد عدنان. أربع أخطاء حمد عدنان، 13 نقطة ورميتين بالإضافة للخطأ الفني. خباز راح ينفذ الخطأ الفني. طبعا الخطأ الفني في طلب من المدرب، الأولى ضاعت، هذا الخطأ الفني ضاعت، ومتبقي رميتين نتيجة الخطأ الأولى بدون اصطفاف، الثانية مع اصطفاف على الجانبين من الفريقين. اللاعب اللي صوب عنده 5 ثواني، ما أدري ليش مستعيل. شوف هاي الثانية ضاعت، تسعة وسبعين 78 تسعة وسبعين 79. ثلاثية من تركي ضاعت، أقرب للخباز. خبرة الخباز الآن نشوفها في الملعب. الهدهود ضاعت سريعة لفريق الكويت. تركي لالان، نقطتين للالان، مقطوعة ونقطتين لألكسندر الغيس. 7 نقط، 7 نقاط للغيس. وقت مستقطع للعربي، هو الأول بالنص الثاني، الفريق ماخذ وقت مستقطع، متبقي له وقتين. 83-79 شوف 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 شلون لعبها، لعبها يعني استهتر فيها الهدهود، وبالتالي كان أليكس موجود وخطفها وسجل نقطتين. وقت مستقطع العربي الآن، على أساس لعبها لزميله، على أساس إنه ما في أحد من فريق الكويت، لكن أليكس كان موجود وخطفها وسجل. يعني حتى الآن النتيجة داخل الملعب، حتى الآن الأمور ما تدري تروح لوين، الكويت ولا العربي. 7 دقائق 15 ثانية متبقي، حتى الآن المباراة ممتعة والنتيجة متقاربة. يعني المباراة السابقة كان الفرق هو يعني يحدد النتيجة، الآن الكويت يصعد بالنتيجة يقلص الفارق العربي أكثر من مرة. مع نهاية الربع الثاني العربي قلص وتقدم، رجع الكويت تقدم. الربع الثالث العربي أيضا قلص لنقطتين، 73-71 الآن النتيجة، 83-79. مالك، ثلاثية من عبد الله سالمين، قصيرة من عبد الله سالمين، أقرب لي ألكسندر غيس تركي، ماركوس هانت، ألكسندر الغيس، محمد عدنان، كودي لالان، ثلاثية محمد عدنان، يشيلها الغيس لماركوس هانت، فرصة ثانية للتسجيل ب14 ثانية، تركي، كودي لالان، محاولة تصويبة ضاعت، أقرب لي دايكس، كندال دايكس، كندال أكثر من لاعب مع الهدهود، ثلاثية من الهدهود، ثلاثية ناجحة للهدهود،
انا اعتقد الهدهود اليوم لو يشوت 50 يسجل بالثلاثيات. اليوم ماشيه معاه بطريقه عجيبه، 29 نقطه مسجل، 82 83 تركي هانت الكزندر الغيص، ثلاثيه وضاعت اقرب للهدهود. الخباز يعني الهدود مسجل 5 ثلاثيات وهذه الثنائيه ضاعت. 83 82 ماركوس هانت الغيص هانت ثلاثيه ضاعت اقرب لمالك. ديجنبي مالك مقطوعه هانت سريعه تركي الغيص دخول نقطتين 85 82. الوقت يعني هو اللي حدد، يمشي سريع بالنسبة للعربي بطيء بالنسبة لفريق الكويت. مالك تركي لا زالت مقطوعة الهدهود خارج الملعب من محمد عدنان. 7 ثواني متبقي، 7 ثواني متبقي. خمسة وثمانين اثنين وثمانين كندال ثلاثية ضاعت محمد عدنان تركي خطأ على الخباز. ادخال لفريق الكويت اخر 5 دقائق في المباراة. الكويت يتقدم 85-82. محمد عدنان نقطتين ضاعت. الخباز دخول نقطتين الخباز. لالان تحت السلة شوف فاجأ طبعا الدفاع. لالان نقطتين 27 نقطة الآن 29 الهدهود ورجعت النتيجة 3 نقاط 87-84. حسن بورميا دايكس تحت السلة ضاعت سريعة خطأ سلوك الرياضي على بورميا. رميتين وحيازة لفريق الكويت. هو اللي نفذ. ضاعت الأولى من لالان تودي لالان. اللقاء الأول لاي أوف قبل النهائي والثانية ضايعة. إدخال لفريق الكويت 3 رميات ضاعت 3 رميات سجلها كودي لالان. هناك لقاء ثاني يوم الأربعاء القادم بلاي أوف دور قبل النهائي في الدوري. ثلاثية من الغيص أقرب لمالك. حتى الآن مختفي مالك يعني مسجل 12 نقطة منهم نقطتين بالربع الرابع ب6 دقائق اللي مضت. علي الهدهود هو علي الهدهود يعني الخباز لمس الخط أكيد بالتالي لمس الخط والكرة معاه مخالفة. الغيص محمد عدنان الغيص لالان تحت السلة خطأ على كندال.
خطأ برميتين، خلاص الفريقين بأربع أخطاء. سبعة وثمانين أربعة وثمانين، ثلاث دقائق ثلاثة وأربعين ثانية تفصلنا عن النهاية، نهاية المباراة الأولى ناجحة. والثانية ناجحة أيضا. تسعة وثمانين أربعة وثمانين، مالك الخباز، تصويبة ناجحة للخباز، متألق في الربع الرابع الخباز، تركي الغيس، ستة وثمانين تسعة وثمانين، ثلاثية من الغيس ضاعت، أقرب للهدهود، أربعة مقابل اثنين، الهدهود ضاعت من الهدهود، لالان نقطتين، كودي لالان 31 نقطة، صار الفرق خمس نقاط الآن وثلاث دقائق متبقية، يعني كان ممكن العربي يستغل الهجمة السابقة أفضل من اللي حصل وانقطعت من الهدهود. مالك الهدهود ثلاثية ضاعت من الهدهود، أقرب لي هانت، ماركوس هانت، الغيص نقطتين، الغيص ست نقاط بالربع الرابع، الغيص 11 نقطة اللي سجلها وعنده خطأين، هذا الكزندر الغيص 93 86، بدأ الكويت يوسع الفارق في الخمس دقائق الأخيرة، متوقي منها دقيقتين 42 ثانية، وقت مستقطع للعربي. اللقاء القادم أيضا بلاي أوف، أيضا بلاي أوف القادسية وكاظمة، المباراة القادمة 8:30، يعني ممكن تتأخر شوية على ما تخلص المباراة. كل فريق يطمح أن يصل للنهائي، مباراة ثانية أيضا، هذه أولى في ثانية، مباراتين من ثلاث بلاي أوف. نهاية الوقت المستقطع، بانتظار طبعا دقيقتين واثنين واربعين ثانية، هل يعود للعربي المباراة أم يستمر الكويت بفرض سيطرته؟ الخباز ادخال لفريق العربي، الخباز دخول خطأ على محمد عدنان، الفريقين عليهم اربع اخطاء. الاولى ناجحة من الخباز، 87 93، والثانية أيضا 88 93، خمس نقاط الفارق ما بين الاثنين، والفارق الوقت المتبقي دقيقتين ونص. حمد عدنان، حمد عدنان، محمد عدنان، تركي، محمد عدنان، ثلاثية، ثلاثية ناجحة لمحمد عدنان، تصنع الفارق، هذه تصنع الفارق بالنسبة لفريق الكويت، صار الفارق ثمان نقاط، دايكس هو تركي حمود، دخول بوراميا
أسهل من الناحية الثانية كان تركي لالان. تركي ثلاثية ضاعت دايكس، ثلاثة على واحد، خطأ ونقطتين، خطأ على محمد عدنان، نقطتين لمالك ديكهم. بمالك تبديل، دخول الغيص. شوف هذا الخطأ على محمد عدنان، نقطتين، 90-96. رمية إضافية آخر دقيقتين في هذا اللقاء، إضافية ناجحة لمالك، 91-96. الغيص أبو رمية، هانت ماركوس هانت الكويت، خطأ سلوك غير رياضي. نشوف اللعبة مرة ثانية، شوف هذه اللعبة مرة ثانية، شوف الخطأ الخامس على محمد عدنان. عمران جوهر رميتين لي حسن بورمية، ممكن تغير رميتين وحيازة، رميتين وحيازة. شوف ما في اصطفاف على الناحيتين، ناحية المنطقة المحرمة من ناحيتين ما في اصطفاف. رميتين الأولى ناجحة لبورمية، حسن بورمية أول نقطة له في المباراة، 92-96. ضاعت الثانية أيضا، دقيقة وأربعين ثانية وأربع نقاط الفارق. بورمية والغيص يصوب، ضاعت، تعود لمالك، سجلها نقطتين، 94-96. دقيقة ونص، هانت الغيص، لالان، نقطتين لالان بالوقت المطلوب لالان، 98-94. مالك، نتيجة لا زالت داخل الملعب، مالك محاولة دخول ونقطتين، نقطتين مالك، الخبرة بدأت تلعب الآن، 96-98. حمد عدنان، الغيص، هانت الغيص، آخر دقيقة، الغيص ثلاثية، ثلاثية ناجحة للغيص، قلت لكم الثلاثيات تفرق، 101-96. حتى الآن مباراة ممتعة، مباراة ممتعة من أفضل مباريات هذا الموسم، نقطتين لمالك، 98-101، ثلاث نقاط، 44 ثانية الفارق. نقطتين لمالك، 100-101، آخر 33 ثانية. ماركوس هانت يحاول يجد له ثلاثية، ضاعت من الغيص، خطأ على حسن بورمية، خطأ على بورمية. خطأ فني على الاثنين، على بورمية وعلى حمد عدنان، وفي رميتين، في رميتين
محمد عدنان اعتقد خمس اخطاء. رميتين 101-100 النتيجة، يعني حتى الآن مباراة ممتعة. ضاعت الأولى من لالان، والثانية ناجحة. وقت مستقطع للعربي 102-100، يعني ثلاث نقاط ممكن تغير. وقت مستقطع للعربي، هو الوقت الأخير. الكويت عنده وقتين مستقطعين. بانتظار طبعا الوقت المتبقي 18 تقريبا 19 ثانية على نهاية هذا اللقاء، هل يستفيد العربي من هذا الوقت المستقطع أم يكون الكويت هو صاحب أول مباراة، يكون عنده 1-0. طبعا قلت لكم 1-0 2-0 تنتهي اللي ينتهي البلاي أوف، أو 1-1 يلعبون وقت إضافي الكل على أعصابه بانتظار الوقت المتبقي. ثمانية ثانية الكل ينتظر الوقت المتبقي، هل العربي كل كلمة أم الكويتي كل كلمة؟ حتى الآن مباراة ممتعة، يمكن من لكم أفضل مباراة الموسم. مباراة الكاظمو العربي السابقة أيضا كانت من أفضل مباراة 102-101، اليوم أيضا من المباريات الجميلة هذا الموسم 100-102. المباراة القادمة أيضا القادسية وكاظمة، بيتر شومر، تعليمات اللاعبين. الهدهود على الادخال، مالك طبعا السله ما في تعادل، اذا تعادل وقت اضافي 5 دقائق مره واحده لازم يفوز فريق مالك. وهانت خارج الملعب، مالك وهانت خارج الملعب. دخول أنتوني طبعا يجيب اللعب، ينهي الوقت 8 ثواني. خطأ عشان يوقف الوقت، يوقف الساعة. طبعا 7 أجزاء مشت. سليم حتى الآن الوضع سليم،
يسجل النقطتين تنتهي، يسجل واحدة يعطي أمل للعربي ممكن يسجل ثلاثية تعادل. رميتين أنتوني، الأولى ناجحة لأنتوني، أنتوني كير لو سجل الثانية انتهى، الكل على أعصابه طبعا، لاعب لاعب محترف يجيد الأمور هذه. سجل الثانية وقت تبديل، تبديل سجل الثانية أنتوني، طبعا أربع نقاط حتى لو سجل ثلاثية العربي. 104 الكويت 100 العربي، والمباراة على نهايتها. تركي يخطفها من دايكس. نهاية المباراة أعزائي المشاهدين، الكويت 104 100 فريق العربي. أعرض لك لفريق العربي، مبروك لفريق الكويت حصوله طبعا على اللقاء الأول، يتبقى اللقاء الثاني من المباراة. نعود إلى الاستديو والزميل محمد العرادة والمحللين عبد الرحمن حسين وعبد الله الصراف. نلقاكم في مباراة قادمة، تحيات معلق المباراة أحمد العصفور، إلى اللقاء، مع السلامة.